مثل ما قلت لك احنا الشرطة، فإذا في أحد فوق الأرض تبينه نجيبه عطنا بس معلومة، أما التوقيف تحت الأرض فهذا مو شغلنا. أفهمك والله فاهمك، هذا شغلنا، لكن نبيكم تساعدونا في ضبط المهربين. أرض أم القلايد مليانة ذهب وآثار، خصوصا محمل الذهب يسوى ملايين، وبطمع لكل تجار الآثار. أقل شيء ما دامك تقول مهمتكم فوق الأرض، شوف لنا حل في قبض على فواز، لأن قبضك على فواز راح يساعدنا في إقناع وإعلان في نقل قبر أخوه نياف. أخ سلطان باين من الهودج إنه لازم ينقل بسيارة كبيرة، وأنا أؤكد لك ما في شيء يدخل أو يخرج من أم القلايد غير إنه تحت عيوننا. فالله يخليك، عندنا أشغال أهم، ممكن تخلينا نشوف شغلنا؟ الهودج أو المحمل لائق الأهمية كأرث بلد يسوى ملايين عن قضاياك. بلا شك بلا شك، يعطيك العافية، تفضل. وعلى فكرة ممكن نقل الهودج في سيارة نقل صغيرة، مو شرط سيارة شاحنة. سلام. يعني أنا مو ناقصني مشاكلك أنت وأهلك؟ الحين لو انك درست مو بزين لك كانت تساعدي بدال ما اقرا الكلام ذا كله. انا ما تحملت خالي وعلان بكبره يناديني الحنش، تبين اتحمل طلاب مدرسه كامله؟ هذه كلها ارقام سيارات اهل الديره. خلينا نجلس هنا شوي نشوف اللي داخل واللي طالع، كود ان نصيد واحد من التكام. انت ولدنا واحد منا يا حنيش، وش فيك؟ قل لي ان فواز بعد هو اللي خاطف راها، كمل الموضوع. والله انت وربعك ما استبعد منكم شيء، خاصة فواز هذا الاقشر اللي يغيب غيب ويرجع لنا بمصيبة. بعدين انت ما لقيت تحكم على وعلان انه بسلاحه، كان حكمت في دراهم ولا في بشت. اخي اول شيء جاب بالي سلاح، اكذب عليك؟ شفته ماسك سلاح ما قدرت افكر شيء ثاني. ولا عشان رشاش ابوك وعلام ما اعطاك اياه تبي تقهره؟ سالفه صارت. الحين انت دامك حاس مدري متاكد ان فواز هو اللي خاطف رها، ليش ما تبلغون عنه زي كل مره؟ صاحي انت تبينا ننفضح؟ بتصير سمعتنا مثل دهام وربعه؟ بعدين احنا لو بلغنا عليها وبكرة حصلناها ما نعرف نتصرف فيها. خالي وعلان هو اللي قال لك كذا؟ دون ما يقول. أنت من آل تكام، لا يلحقك شرها ولا يلحقك عيب، لكن هذه بنتنا ومن ربعنا، وعلان لو ما ذبحها أنا اللي بذبحها.